شكرا جزيلا على المعلومات. انا افضل لونس واود معرفه اي مصيد ابتدئ، وشكرا على المعلومات القيمه. تحياتي خويا ادريس. بالنسبه لك خويا ادريس، الا كنتي عاد مبتدع تشوف شي بلاصه خويا مزيانه اللي تقدر توقف فيها، لو كنتي غادي تصيد في الصخر في الحجر تشوف شي بلاصه مزيانه مريحه اللي تاخذ فيها راحتك وتلونسي في راحتك. الا كنتي فايت متمرس راه غادي تصيد. الا كنتي انت من الناس، الا كنتي من الرياس اللي كيعشقوا السيرف كاستينغ وغادي تصيد في الكوشطه وتصيد، راك غادي تهبط للكوشطه وتصيد. كنتي من الناس اللي كيصيدوا كل شيء، يعني تصيد في الحجار، تصيد في المون، تصيد في هذا، نصيحة اللي غادي نوجه لك هي الاماكن اللي تكون مستويه شويه اللي تقدر توقف فيها وتاخذ راحتك. المهم فكره راها باينه، ممكن تبدا في البلايص اللي تكون انت فيهم مرتاح اخويا، السلامه ديالك هي الاولى. داكشي اللي كاين الرئيس الاله.